صباح الخير. اهلا وسهلا فيك. صباح الخير ابراهيم. اهلا رشا، يعني اخترتي اليوم هيك تمارين هوائيه بدنا نتعرف عليها مع بعض اليوم. بدنا نعرف التمارين الهوائيه شو معناتها يعني؟ هلا تمارين هوائيه هي بتشتغل على نشاط الجسم اكثر، بنفس الوقت نرفع نبضات القلب. نعم. اكثر، اوكي، بتساعدنا على الحرق اكثر. نعم. طيب رشا خلينا نشوف احنا وياكي مجموعه من هذه التمارين. يلا الهواء معك، تفضلي. اوكي، صباح الخير اعزائي المشاهدين. رح نبلش اليوم تمارين هوائيه لكل الجسم عشان نرفع نبضات القلب ونساعد في حرق سعرات اكثر. اهم شيء زي ما عودناكم دائما وزي ما بتعرفوا جميعا انه الرياضه اهم شيء لازم احمل لو مده 5 دقائق. 1 2 3 4 5 8. طبعا دائما نلعب 3 جولات لكل تمرين، كل تمرين بنعيد تقريبا من 10 ل 8 عدات. اوكي، بناخذ طال شوي لورا. 2 3 4 5 6 7 8. كمان مره. 2 3 4 5 6 7. ناخذ ستوب لجوا، بنحرك ايدينا، لازم نحرك كل المفاصل. طبعا النفس شغال. اوكي، ناخذ 1 2 3 4 5 6 7. كمان مره بنعيد. كمان 2 3 4 5 6 7 8. ناخذ كمان مره طالع للخلف. ناخذ حركة 1 2 3 4 5 6 7 8 go. ناخذ محلنا مارش. هلا بناخذ حركة للأمام، طائل فوق، نرجع خلف. 2 هلا بنحول على جهة ثانية. ناخذ نفس لفوق. اوكي، حنشتغل على الخواص شوي. 1 2 3 4 5 6 7 8. كمان مرة. 1 2 3 4 5 6 7 8. كمان مرة.
يعني شكرا لك كابتن رشا ابو عاصي. يعني من احلى الشغلات اللي بهاي التمارين انه ما في داعي لاي ادوات يكون معك فيها. لا ادوات هوائيه ما في لها داعي، مريحه كثير، تطلق نفسك فيها. بالضبط. يعطيك العافيه، ابدعت اليوم. الله يسعدك ابراهيم، يعطيك العافيه. كابتن رشا.